الكل دابا ما شاء الله كيتجمل والكل كيهتم براسه، وبالعكس انا مع المراه اللي كتهتم براسها. بوتوكس وفيلرز هذا عادي، يعني التجاعيد وحده خصها تهتم بوجهها بشكل طبيعي، هذا مش عمليه، هذه مجرد ابر، يعني كل ما كتخرج لك شي تجاعيد ولا شي حاجه، وهذا طبعا بالسن والاكل والانفايرمنت. يعني المراه ديال زمان في 30 ماشي المراه ديال دابا في 30، فهمتي؟ قبل كانت الاكل صحي، الجو نظيف، كترقايا ما عندهاش لي غيد بزاف. دابا كترقايا بنت 18 خارجين لا لي غيد، علاش؟ على ود الفاست فود، على ود الوسخ في الشوارع، على ود عرفتي، يعني الانفايرمنت كله متسخ. ف طبيعي الوحده هذا الشيء كياثر على البشره، كيخرجوا تجاعيد، فانت لازم غير عني. طبعا ما دايره، في كثير ناس يقول دايره تجميلني، فانا ما دايره لا نيفي لا والو. حتى انا حطيت لهم صوري وانا صغيره، حطها في الانستغرام في فيسبوك، انه شوفوا ترى هذه وام عمرها 4 سنوات نفس الوجه لكن الحين على اكبر يعني. وطبعا درت تجميل صدري، وما اظني انا اول او اخر وحده تدير هذا التجميل، طبيعي جدا.